من بلدان مختلفة تجمعوا، أعدوا العدة جيدا لهذا النهار الطويل، عقدوا العزم وشدوا الرحال بحماسة شديدة. ومن هذا الدرج التاريخي في منطقة الجميزة انطلق هؤلاء الشبان في جولة في شوارع بيروت سيرا على الأقدام، بين الأزقة المنسية والأبنية التراثية القديمة وما تبقى من بيوت قرميدية لم تنهشها بعد ناطحات السحاب، وبين بقايا ذاكرة حرب هنا وعراقة تاريخ هناك، تحاول مبادرة Alternative Tour بيروت أو الجولة البديلة في بيروت التنقيب عن حكايات العاصمة وأيقوناتها المخفية وتقديمها للسياح والزائرين بقالب مميز. Alternative Tour بيروت هي تور بتتمحور حوالين بيروت ككل من الماضي للحاضر، هي منا تور بتتمحور حوالين التاريخ ولا بتتمحور حوالين الاركيتكتشر اللي هي الحياة المعمارية، بينما هي بتتمحور انه كيف تقدر تمشي بهذه المدينة وبنهاية هذا التور تكون متعرف على المدينة من خلال مشي، مش بتكون من خلال لا من سيارة ولا من باص. الموضوع الرئيسي هو كيف تتعرف على المدينة، وبنهاية بهذا التور ان شاء الله انه العالم اللي اجت معنا تكون تعرف المدينة احسن. من الجميزي ووسط المدينة مرورا بالبسطة والخندق الغميق وصولا الى شارع الحمراء، منظور جديد للتعرف إلى الأماكن الساحرة في بيروت بأربع ساعات فقط $16. أحببت فعلا زيارة المدينة والقيام بجولة حول والاستمتاع بمناظر البلاد. أنا من أستراليا، استمتعت كثيرا بزيارة عدد من الأماكن في بيروت وتعرفت على التراث والتاريخ الذي يميز المنطقة، لقد استمتعت بهذا النوع من الرحلات. وباعتماد طرق فرعية بعيدة عن زحمة السير اليومية، لم ينسى المشاركون المرور بأحد المطاعم اللبنانية لتذوق مأكولات تقليدية تختبئ في الأحياء الشعبية، ليكملوا بعدها رحلتهم متجهين إلى وجهة جديدة في أزقة العاصمة. يحاول القيمون على هذه المبادرة رسم خط سياحي جديد في بيروت بعد أن تراجعت أرقام السياح في السنوات الأخيرة، جولة بديلة وغير مألوفة تعكس الوجه الحقيقي لبيروت من دون تجميل أو تعديل. سلمان العنداري، سكاي نيوز عربية، بيروت.